بعد عطلة نصف الثلاثي الثاني عاد تلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى مقاعد الدراسة، وبين تلاميذ يسترقون النظر إلى مراجعهم وهم يلتحقون بأقسامهم حيث انطلقت فروض المراقبة، وتلاميذ يواصلون السير العادي للدراسة مستكملين بقية برنامج هذا الثلاثي في انتظار انطلاق الاختبارات. كانت أجواء استئناف الدروس. الجمعة نتاع العطلة تعديت كوميم سباف شوية فرهيد وشوية قراية. عطلنا ارتحنا شوية، لما حالنا مش جمعة راحة، هي كلها جمعة تحضير ريفيزيون وكل. توا عندي دوفوار في الانجلي وحاضرة على الاخر وداخلة ومشجعة وصفاء على الاخر. جانا اليوم عندي زوز دوفوارات. قسمنا وقتنا بين القراية بين الراحة شوية، على خاطر كي نقراية قراية قراية زاد الواحد يتخسر. كي قرينا شوية لعبنا شوية نحضر الامتحانات. وكي نرجعوا للقراية نلقاو روحنا سفاء في القراية. جمعتين هذوما لازم عندي فهم بالقدا ونجيب معدل بيا باش نجم نلعب في السليعة. واحدة من الناس نحمد ربي عليها الجمعة هذه نستنى فيها، خاطر عنده حفاظة نتاع العطلة الأولى ما حفظهاش. شبعنا شوية بالنوم، قرينا برشا. الإطار التربوي من جهته أكد على أهمية هذا الثلاثي في تدارك ما سبق، مشيرا إلى أن أسبوع العطلة مثل فرصة للمراجعة وأخذ قسط من الراحة قبل انطلاق الامتحانات. تويك إدماج، معناه مرحلة إدماجية على اللي قراوه باش نكملوا بقية المستوى، معناه بقية الدروس. نورمالمون الأسبوع هذا تقوم معناه يتم تسليم الامتحانات نتاع الثلاثي الثاني إن شاء الله. جاتنا مناشير يعني من دائرة التفقد ومن المندوبية ومن الوزارة، يعني على مواعيد الامتحان وعلى الأمور الإجرائية وعلى كيفية يعني الاستعداد لهذا من الزملاء باش يحضروا امتحاناتهم باش تكون على شكل من بعد دراستهم على شكل لجان. تتواصل الاختبارات الثلاثي الثاني أو الأسبوع نتاع العطلة هذية، في معناها كانت فرصة خاصة لتلاميذ البكالوريا باش يراجعوا ويحضروا رواحهم للامتحانات. ومع انقضاء عطلة نصف الثلاثي الثاني استؤنفت الدروس وانطلق جزء من الامتحانات في مراحل تعليمية على أن تتواصل حتى 24 من فيفري الجاري، وتنطلق بذلك امتحانات المرحلة الابتدائية في 26 من فيفري وتتواصل لمدة أسبوعين، وتكون امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية في أسبوعها المفتوح بداية من 4 مارس القادم، يليه الأسبوع المغلق ثم عطلة نهاية الثلاثي الثاني.